أحب المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بكم ترحيب خاص وحلقة جديدة وحراس على الأسوار. والنهاردة زي ما بقول كل مرة لينا إحسان جديد، لينا بركات في الرب يسوع جديدة، ولينا نعمة غنية جديدة منه، واثقين إن هو هيسمعنا وهيستجيب طلباتنا اللي بنشفعها باسمه الغالي وبصليبه وبدمه الكريم. بيشرفني يكون معايا في الحلقه النهارده غني عن تعريف القسيس ماجد دقدوق. اهلا بيكي قسيس ماجد. ربي يباركك اخت سلوى، سعيد جدا اكون في البرنامج. ربي يباركك، وبرنامج مميز، وبشكر رب لاجل حراس على الاسوار، وبصلي ان المؤمنين كلهم يكونوا حراس على الاسوار باسم يسوع. ربي يباركك، وانت مرنم وانت خادم وانت مصلي لمجد الرب. اكيد بنعظم النعمه فيك يا قسيس. ربي يباركك ويحفظك. ماجدا للرب. احبائنا المشاهدين، النهارده عندنا حلقه مميزه بتقول ان احنا لا نفشل في عمل الخير. لا نفشل ليه؟ لاننا سنحصد. ده تبع سلسلة وعود الله وصاياه، عشان كده الكتاب بيقول لنا اوعوا تفشلوا. بس قبل ما نتكلم عن موضوع الفشل والنجاح، خلينا نصلي لأجل دولة من الدول اللي محتاجة جدا إن الرب يترائف عليها ويقترب إليها وفعلا ينقذها روحا ونفسا وجسدا، وهي دولة فلسطين الغالية. احنا بنتكلم في الوطن العربي وفي قارة اسيا، واخدين الدول العربية اولا، وجينا عند فلسطين وحنقف وقفة وحنصلي لاجل الشعب الفلسطيني، الرب يترائف عليه ويفتح عينيه ليعرف من هو يسوع المخلص ويتبعه بالروح والحق. بعض المعلومات البسيطة عن فلسطين، عدد سكان فلسطين الان 5.5 مليون نسمة. هاجر كثيرين من الفلسطينيين إلى خارج البلاد بسبب الحرب والدمار هناك. الأراضي الفلسطينية مع الأراضي الإسرائيلية هي أراضي مقدسة، لأن الرب يسوع ولد في بيت لحم وتربى في الناصرة وعلم في كل مدنها. أقدم الجماعات المسيحية في العالم هم الأسر المسيحية الفلسطينية، وقد أطلق عليهم الحجارة الحية. الفلسطينيين المسيحيين القدماء أطلقوا عليهم الحجارة الحية. يشغل المسيحيون الفلسطينيون مراكز الزعامة العالية والمراكز المتقدمة في النشاط الاجتماعي، إدارة المستشفيات، إدارة الجامعات، عدد كبير في إدارة المدارس، وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية أفضل كثيرا جدا من باقي سكان فلسطين. الناس المسيحيين اللي بيقودوا العمل الاجتماعي هناك هم الطبقة التوب في الفلسطينيين هناك. عايزين نصلي لأجل فلسطين، الرب يفتقدها افتقادة خاصة من عنده. لكن أحبائي، هنصلي لأجل مرض من الأمراض العضالة أو الصعبة، وهي مشاكل العمود الفقري. عايز أقول إن عدد كبير بيعاني من مشاكل في العمود الفقري، ومنها الانزلاق الغضروفي، التهاب المفاصل وهشاشة العظام، كسور وتشوهات العمود الفقري، ألام فقرات الرقبة، العيوب الخلقية والمشاكل الوراثية اللي في العمود الفقري، رفع الأحمال الثقيلة بطريقة غير صحيحة بتأثر، الأورام السرطانية في العمود الفقري. هنصلي لأجل فلسطين، وهنصلي لأجل مشاكل العمود الفقري، بس بعد ما نسمع ترنيمة من القسيس ماجد ونفرح بالرب نبتدي نصلي لأجل هذه الأمور. تفضل حق القسيس. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل يا الله،
أنت صالح للكل يا يسوع، أنت صالح للكل. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. ومراحمك على كل أعمالك يحمدك يا رب، كل أعمالك ويباركك أتقياؤك، يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك، بمجد ملكك ينطقون، بجبروتك يتكلمون. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور. ملكك يا رب دور فدور، أنت ملك. ملكك يسوع إلى دور فدور، ملكك يا رب إلى دور فدور. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. ومراحمك على كل أعمالك. تفضل صلي. أنت صالح يا رب للكل. نعم يا رب. أنت مراحمك يا رب هي جديدة كل صباح، كثيرة أمانتك يا رب. شكرك يا رب. مكتوب عن الغضب أنه فعلك الغريب، رغم أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم، لكنك يا رب حاجز الغضب، لأنك رحيم يا رب، لأنك رؤوف طويل الروح وكثير الرحمة. شكرك يا رب. جايين النهاردة بنرفع بين إيديك شعب، بنرفع بين إيديك أمة غالية على قلبك يا سيدنا الرب، أحبائنا في فلسطين رب، في غزة، في رام الله، في كل حتت يا رب، في الأقطاب القديمة رب، الخمس أقطاب القديمة اللي موجودة دلوقتي يا رب في الساحل الغربي يا سيدنا رب. بنصلي لأجل أولادك وبناتك، بنصلي لأجل مسلمين ومسيحيين، بنصلي رب لأجل إعلان مراحمك، إعلان شفائك، إعلان إيش في هذه الأرض. رد النفوس إليك يا سيدنا الرب. مكتوب يا رب كده إنك تشفي، تشفي الأرض، تشفي كل ارتداد. كنت تقول تصنع خيرا وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس.
مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. النهاردة بنصلي يا رب إحنا مش رجال سياسة لكن رجال محبة، رجال سلام. مكتوب يا رب النهاردة، مكتوب كده يا رب عن ولادك: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. نعم يا رب، وجعلتنا أن نكون صانع سلام يا رب. بنصلي النهاردة أنك تبيد الشر زي ما قلت يا رب في إشعياء 29: العاتي قد باد وفني المستهزئ. نعم، انقطع كل الساهرين على الاسم. نعم يا رب، يعود مجدك على هذه البلاد يا سيدنا الرب. افتقاد يا رب. يا رب بنصلي ايضا لكل الامراض اللي خاصة بالعمود الفقري، ناس كتير يا رب، كبار وشباب كمان يا رب، عندهم مشاكل في العمود الفقري يا رب، السياتيكا والاعصاب يا رب اللي في الفقرات والانزلاق الغضروفي وكل المشاكل الموجودة والأورام السرطانية باسم الرب يسوع. بنصلي انك تلمس كل واحد النهاردة يا رب في اسم الرب يسوع. كل من يشاهدنا الآن يا رب، لو في حد بيشاهدنا دلوقتي وعنده مرض في ظهره، ألم في ظهره، حط ايدك على ظهرك. أشعر بالروح القدس النهاردة ان الرب يريد ان يشفي باسم الرب يسوع الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب شفاء لأمراض الظهر النهاردة في اسم الرب يسوع، شفاء لأمراض العمود الفقري يا سيدنا الرب. ضع يدك عليها. الرب بيفكرني أخت سلوى بالمرأة المنحنية اللي راحت له وكانت منحنية لم تقدر أن تنتصب البتة، ولكن الرب بيقول: ولما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. النهاردة الرب بيقول لك: محلولة من ضعفك، محلولة من ضعفك باسم الرب يسوع. ثق في الرب، ثق في الرب، لأن الرب صالح ويريد أن يشفي. هو صالح للكل، مراحمه على جميع أعماله. لك يا رب القوة، لك الجلال، لك العظمة، لك الجبروت، لك كل نفس يا سيدنا الرب. أنت تشفي الأمراض يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع. نرفع هذه الصلوات لمجدك يا رب، ليك الكرامة وكل المجد. آمين. مبارك اسمك إلى الأبد يا سيدنا الرب. نشكرك، نشكرك لأننا نستطيع أن نتقدم إليك يا رب بدلة البنين بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال من جلالك رحمة ونجد نعمة ونجد عونا في حين. مبارك اسمك إلى الأبد. بنأتي أمامك رب في عدم استحقاق، لكن على مبدأ النعمة الغنية اللي وهبتها لنا في الصليب وأعطتنا باستمرار أن نرفع عيوننا إليك ونصرخ: يا أبا الآب. نشكرك يا رب، نشكرك لأنك تضع صلوات في قلوبنا وعلى أفواهنا، وتضع تشفعات يا رب لأجل الشعوب المسكينة التي فعلا يا رب تنتظرك أن تقترب إليها وتفكها يا رب، وتحميها من الحروب ومن الدمار، من الشتات يا رب. الشعوب اللي في الخيام، الشعوب اللي بيوتها اتهدمت، الأطفال المشردة اللي في الشوارع في فلسطين، يا رب اتحنن 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 في اسم الرب يسوع، ورد هذا الشعب إليك ليعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته ويؤمنوا بيك فادي ومخلص لحياتهم يا سيدنا الرب. من فضلك تعالى بسلامك يا رئيس السلام اللي مكتوب عنك ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. تعالى بسلامك على هذه البلاد يا رب، وردها إليك يا سيدنا الرب، فتختبر خلاصك العجيب يؤمنون بشخصك ولا يفقدون إلى الأبد. يا رب نصلي لأجل مرضى العمود الفقري يا رب، زي ما ذكر أخويا يا رب إن كثيرين يعانون من هذه الأمراض، كثيرين يا رب فعلا في الفراش بيتحركوا بمنتهى الصعوبة لمشاكل كثيرة في العمود الفقري. إن كنا قد ذكرنا البعض، لكن هناك أكثر وأكثر. يا رب اقترب إليهم، أنت الذي ترسي كلمتك شفاءهم. مكتوب
عنك وجميع المحتاجين إلى شفاء شفاهم. تعال اشفي، تعال اشفي روحا، تعال اشفي جسدا، تعال اشفي نفسا. يا رب نفوس كتيرة تحتاج أن تشفى نفسيا، تشفى جسديا يا رب، وتشفى روحيا يا رب، وهي أهم وأول نقطة نضعها أمامك يا سيدنا الرب. اشفي، مر على النفوس المتألمة وفعلا امسك بيدها وأقمها من على فراش المرض، وأعطيها كل صحة روحية وزمنية يا سيدنا الرب. في اسم ربنا يسوع المسيح اسمع واستجيب. آمين. لك الكرامة ولك كل المجد. آمين. هللويا، مبارك اسم الرب. ووعود الله ووصاياه. والأسيس الروح القدس حط على قلبه موضوع رائع فعلا، هو حاجة الساعة. لا نفشل. لأننا سنحصد. إيه اللي خلاك اخترت أو الروح القدس حط قدامك الفكرة الحلوة دي؟ لما كنت بتكلميني في التليفون حسيت رنت الآية دي جوايا لسبب أنا يعني بحتك بناس كتير الأيام دي. أيوة. شباب وكبار وسيدات ورجال وكله طبعا. أباء وأمهات وأولاد وكله. أيوة. والكل متفشل، يعني نسبة كبيرة متفشلة. اللي متفشل في العلاقات يقول أنا بحاول مع شريك حياتي وفشلت. نسبة كبيرة من الأمهات هنا في أمريكا كمان وفي الشرق الأوسط برضو. أيوة. حاسين بالفشل من جهة تربية الأولاد. أيوة. ولادنا. أيوة. عملنا كل اللي ما يعمل وبرضو مش جايبة نتيجة. صح. في ناس متفشلة لما بتقدم على شغل مرة واثنين وثلاثة ولا خلاص عامل ما فيش فايدة. في ناس مثلا في الخدمة خدام بيخدمه وحاسين بفشل، حاسين ما احنا يعني كأننا بنضارب الهواء. في ناس بتصلي وحاسة فشل في الصلاة. فالنهاردة الرب عاوز يوصل رسالة لكل واحد بيقول له لا تفشل. يا يسوع. لا نفشل. لا نفشل في عمل الخير. كل دي حاجات خير. لو أنا عايز أصالح، لو أنا عايز أحسن العلاقات، لو بربي أولادي، لا نفشل في عمل الخير. لأننا سنحصد في حينه إن كنا لنكل. يس. ما نكلش، ما نتعبش. لأن مرات كتير يا أخت سلوى، ما أنا حاولت مرة واثنين وثلاثة. أيوة. وفشلت وارجع. أيوة. لا، حاول مرة واثنين وثلاثة واضرب السهم زي ما الرب قال لملك إسرائيل، قال له اضرب السهم مرة واثنين وثلاثة واربعة وسبعة. لو كنت ضربت كنت فنيت أرام إلى قضيت على أرام إلى الفناء. ولكن احنا مرات كتير بنفشل، مرات كتير بنفشل وبنقول خلاص مفيش فايدة. والفشل كمان بيخلينا نشك في ربنا، نشك فيه. ده يعني مش سمعنا ليه سنين طويلة ما بيسمعنيش. أيوة. ويخلينا نشك في نفسي، ما أنا حاولت كتير ومش قادر أعمل حاجة تاني. ويصيب الإنسان بالإحباط. أيوة. وبعدم الرغبة في الحياة. بص، حتى تلاقي مثلاً واحد اللي عاوز يلبس كويس ولا ياكل كويس ولا حتى يحلق دقنه. ايوه. او لو واحده او واحده اخت مش مهتمه بنفسها خالص. صح صح. ليه؟ صح. محبطه، في فشل. ايوه. الفشل في علاقه، فشل مع اولاد، فشل في شغل. لكن النهارده جاي برساله وبقول ان لا نفشل لاننا سنحصد. وعد الرب النهاردة، وصية الرب النهاردة ممكن تقريها لنا في. أيوة. غلاطية، في غلاطية 6 عدد 9 و 10. أيوة. غلاطية 6 عدد 9 و 10 بتقول كلمة الله: فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فعدد 10: فإذن حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما أهل الإيمان. يبقى هنعمل الخير للجميع. ما نفشلش ولا نكل. لأن الكلل ده عايز أقول طبيعة إنسانية. بنكل بسرعة، بنزهق بسرعة، حتى من ولادنا لما بيبقوا مش بيسمعوا الكلام، لما بيبقوا فعلا التعاليم الحديثة اللي دلوقتي بتاخد الولاد بعيد عن محضر الله. نعم. بتخليهم بيحسوا ان احنا old fashion، احنا دقة قديمة. نعم. احنا يا عمي خليكم انتوا في افكاركم مش كده.
بنفشل ونقول ياه، وساعات ناس تفشل مع اخواتها يبقى في مشاكل بينهم، يبقى في علاقات، يبقى في يعني تقول عملت معاها مرة واثنين وثلاثة وما سمعتش الكلام، عملت معاه خدمته أكرمته شلته على راسي، مش خلاص مش هقدر. طاقتنا محدودة يا أسيس، ازاي نخلي الطاقة بتاعتنا يعني عايزة أقول تكبر ويبقى في طول أنات علشان من إحنا ما نفشلش بسرعة. ازاي نعمل كده؟ ما احنا ندور ايه الاسباب، ايه المصادر اللي بتدينا قوه. يعني وانا بفكر في اهل غلاطيا اخت سلوى، اهل غلاطيا تركوا النعمه، يعني اغلبهم تركوا النعمه واتجهوا للجسد. حتى بولس كان بيقول لهم في غلاطيا 3 بيقول لهم من رقاكم، مين سحركم؟ انتوا اللي ابتدأتم بالروح تكملوا بالجسد، انتوا اللي اترسم بينكم يسوع المسيح مصلوب. وقعد يكلمهم، حتى رسالة غلاطيا كلها عاوز يرد نفوسهم للإيمان بدل الاتكال على ال تركوا النعمة، تركوا النعمة، تركوا الإنجيل واتجهوا لفرسية، لتدين أعمى ناشف لا يفيد ولا ينفع، بالعكس بيجيب إحباط أكتر. يعني حتى بولس نفسه في مرة من المرات صرخ في رومية 7 لأنه كان فريسي تحت، وهو بيتكلم عن الناموس. يعني في رومية 7 بيتكلم أنا أكلم العارفين بالناموس، في رومية 7 عدد 1، بس بعد شوية بيصرخ بيقول ويحي أنا الإنسان الشاقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ده أنا كل ما أردت أن أفعل الحسن أجد الشر حاضر عندي. بس بعدها بيقول أشكر الله إيه لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. يبقى في روح الحياة في المسيح يسوع. أهل غلاطيا مشكلتهم ليه فشلوا؟ لأنهم متكلين على الجسد، ما بيتكلوش على الروح، تركوا الروح، بعد ما ابتدأوا بالروح بيكملوا بالجسد. وأنا عايز أقول لكل واحد النهاردة، إن كنت عاوز تتخلص من الفشل والإحساس بالفشل، تعالى واتكل تماما على النعمة. على الروح القدس. النعمة غنية جدا تكفي، نعمة تكفي طول الرحلة. من بدايتها صدقيني مرات كتير، أنا يعني أنا ليا أكتر من 30 سنة في الإيمان، 36 سنة، بس مرات أعمل زي أهل غلاطيا، أفضل أدور على صلاحي الشخصي، وأفضل أدور على إمكانياتي الشخصية، وأفضل أدور وأنسى النعمة، ولما بص لنفسي أفشل. أيوة. لكن أول مرة بيقول لي حول عينيك عليا، صح، الإيمان يجي، الإيمان يترفع الواحد على طول، زي بطرس لما بص على نفسه وعلى الظروف غرق، بدأ يغرق. لكن لما حول عينيه على الرب مرة تاني وقال له إن كنت أنت هو فمرني، الرب رفعه وعدى. أنا فاكر يا أخت سلوى مرة كنت في اجتماع كان في أمريكان وقليل عرب ومن جنسيات كتير، والاجتماع كان حضور الرب غير عادي، غير عادي. بس أنا عدت ساعة كاملة عامل كده محصور في نفسي، يا رب أنا عايز أتغير، عايز اتغير، غير ساعة كاملة. وكانت عليك الخدمة؟ لا 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 لا، اجتماع صلاة، اجتماع صلاة، وكأني ايه، كأني حاطط نفسي كده وعمال ابص على نفسي، يا رب نفسي اتغير، نفسي اكون اناء يعني اناء للكرامة مستخدم، نفسي اتغير، نفسي اتغير. فبصيت لقيت الرب كأنه ايه راح رزعني كده، قال لي بطل عبادة الذات، انت حاطط صورتك، عاوز تتغير ارفع عينك وبص عليا. صدقيني ملاني فرح غير عادي، لقيت نفسي عمال اهلل وافرح وسطيهم. فانا عايز اقول النهارده الحاجه الوحيده اللي تطلعنا من الفشل، والفشل يساوي احباط، يساوي خوف طبعا. يعني حتى تيموساوس لما بيتكلم، يمكن هتقرا الايه دي، تيموساوس الثانيه 1:7 اللي بتقول لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. والنصح مظبوط. كلمة الفشل بتترجم خوف، spirit of timidity، بتترجم خوف. يعني الفشل والخوف متلازمان، لأن الله لم يعطنا روح الخوف
بل روح أو روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. أنا بفشل لأن مش ممتلئ بالروح القدس، بعيد بعيد عن الروح القدس. كنت بصلي مع شاب مبارح في التليفون، شاب صغير وبيقول لي عندي تحديات كبيرة ومش عارف أصلي. فقلت له في حاجة الرب عاوزها منك، عاوزك ترجع تضع ثقتك فيه، عاوزك تثق في إمكانياته مش إمكانياتك، تثق في قدراته مش قدراتك، تثق في شغله مش شغلك. فأنا عايز أقول النهاردة إن كان في خادم بيسمعنا ومتفشل، ارجع لعرش النعمة، في مصدر قوة. يعني في عرش النعمة في مصدر قوة، الرب هيوريك إن عنده قوة سماوية تقدر ترفعك. مبارك اسم مبارك الرب، اسم الرب ده إلى حاجة عظيمة. أيوة. أنا ساعات برضو أصلي نفس الصلاة اللي أنت كنت بتصليها وأقول له يا رب تعالى تصور فيا، يا رب تعالى إملاني، يا رب تعالى. بس فعلا لما تفرق قوي إن الواحد يبقى باصص على نفسه وعلى ضعفاته ويجي قدام الرب، ويجي الروح القدس يجيب لك صورة الرب قدامك ونبقى ناظرين إلى رئيس الإيمان. هللويا، كملوا ربنا يسوع. صدقيني ده الحل الوحيد يا أخت سلوى لمشاكلنا، إن عيننا تتحول من على الظروف، من على الاحتياجات، من على المشاكل، من على لوم النفس، من على نفسنا بالظبط. ولوم النفس، ولوم النفس. وأنا اللي خربت الدنيا، وأنا اللي ضيعت الولاد، وأنا اللي كان المفروض أديهم وقت أكتر، وأنا اللي قلت ومرات كتير مرات الشيطان في روح بقى اسمه روح الفشل. اقراها لنا مرة تاني تيموثاوس الثانية 1:7. حاضر. ده روح شرير على فكرة، روح شرير ممكن يكون طبعا ده من ضمن الحرب الروحية اللي بتيجي على حياتنا. فيعني بيبقى كده في تيموثاوس الثانية 1:7، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. الرب بيكلم ناس كتير النهاردة، يلي عندك فشل من أولادك، يلي عندك أولاد عصاة، يلي عندك بنات ابتدوا ينزلوا في الانحراف. الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. إلهنا إله القوة، إله المحبة، إله النصح. عشان كده مش عايزين نفشل خالص، لكن يتحول نظرنا على الرب بس. يا رب أنا مستنياك في ابني، يا رب أنا مستنياك في بنتي، يا رب أنت اللي هترد نفسه، يا رب أنت اللي هتردني أنا ليك. خلي عينك على الرب، مش عينك على نفسك. بس عيننا على نفسنا في حاجة واحدة، إن إحنا نلاحظ نفسنا والتعليم. لاحظ نفسك والتعليم بالظبط، دي حاجة مهمة جدا. دايما الروح القدس يقول لي بصي عليا وخلي بالك من أخطائك. فيعني لازم نراعي كلمة الله ونلاحظ أنفسنا والتعليم، بحيث إن إحنا نسلك في القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. وده اللي الرب اللي بولس نصح بيه تيموثاوس. تيموثاوس الثانية بتعالج الفشل، كان عنده تحديات كتير جدا، تحديات من ناس كبار في السن عندهم قصص عجائزية وجايبين بقى بيفتخروا بالأنساب، ومثلا عنده حرب الشهوات الشبابية، عنده حروب كتير، فشلان في الكرازة، قال له لاحظ نفسك والتعليم. وبيقول له كده لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة، ده روح القدس، روح المحبة، روح النصح، الساوند مايند أو الساوند دوكترين، يعني التعليم المهم اللي أبقى فاهم الرب صح. عندي يعني understanding، عندي فهم لطبيعة الرب، إن الرب معايا، الرب في كل الظروف، لا تشمت بي عدوتي، إذا سقطت أقوم. ده اللي كان بولس بيحاول يقوله لتيموثاوس، لاحظ نفسك، إملى ذهنك، كيانك بكلمة الرب، امتلي بالروح القدس، روح القوة وروح المحبة وروح النصح. هو ده اللي هيبعد كل روح فشل عن حياتك. يبقى نرنم أمين. علشان الروح القدس ينقلنا أمين. وينقل كل المشاهدين من روح الفشل هاللويا. والإحباط أمين. وإن أنت كل حاجة بعملها بتفشل،
اوعى تعمل كده، اوعي تكوني بتقولي كده، انا مش نافع اعمل ولا حاجة، انا مش نافع اخدم في اي حاجة، انا كل ما اعمل حاجة تتسد في وشي، انا البيبان بتتقفل. رب النهاردة هيقيمك مرة تاني، بس ثبت عينك عليه، اوعى تبص لنفسك ولكل اعمالك. هللويا. عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. إزاي أفشل وإنت إلهي قوة روحك ساكن فيا، وسط ظروف الصعبة وخوفي ألقى سلامك فايض فيا، إزاي أفشل وإنت إلهي بقوة روحك ساكن فيا، وسط ظروف الصعبة وخوفي ألقى سلامك فايض فيا، وعمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. إزاي أفشل وإنت وعودك إن سقطت لا شماتة، وإن جالست في ظلماتي عدواتي لا شماتة، إزاي أفشل وإنت وعودك إن سقطت لا شماتة، وإن جالست في ظلماتي عدواتي لا شماتة، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. إزاي أفشل وإنت مليكي حارسني وعينك عليا، لحظة بلحظة في كل طريقي كاشفني وحاسس بيا، إزاي أفشل وإنت مليكي حارسني وعينك عليا، لحظة بلحظة في كل طريقي كاشفني وحاسس بيا، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها باسم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. إزاي أفشل وإنت وعدني خير ورحمة يتبعاني، كل ماضية أنت معضدني لم تتركني ولم تنساني، إزاي أفشل وإنت وعدني خير ورحمة يتبعاني، كل ماضية أنت معضدني لم تتركني ولم تنساني، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ساكن فيها باسم يسوع، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع، عمري ما هفشل طول ما إيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. هللويا هللويا. مبارك اسمه. ممكن نصلي ان الرب يشيل روح الفشل. احنا لسه هقول ان احنا فعلا محتاجين نصلي مع اي حد سمعنا وشايفنا دلوقتي وعندك روح فشل اتسربت جواك من اي جهة، من جهة ظروفك، من جهة قرايبك، من جهة اهلك، من جهة ولادك، من جهة شغلك، اي روح فشل وصلت ليك من العدو واصطادك فيها ابليس، رب النهاردة هيحررك. قول امين. تعالى صلي معانا ان الرب يخلصك من روح الفشل وينقلك لروح القوة والمحبة والنصح. قل له تعالى انشلني يا رب، انشلني من المرض اللي مش راضي يسيبني، من كذا اللي مش راضي يسيبني،
من محبة المال اللي مش راضية تسيبني من انت عارف ضربة قلبك ايه. والرب النهاردة حينشلك من روح الفشل في اسم الرب يسوع ويحولك لروح القوة. ما تسويش الدنيا صدقني عزيزي. ما تستاهلش ما تستاهلش نعيش في إحباط. ما تستاهلش تبقى حياتنا كلها مرارة. ما تسويش. خلاص نجاتنا تقترب والرب قرب يجي. والرب لما هيجي هيقولك كنت فشلان ليه؟ لا، هتكون ضيعت نفسك وضيعت خدمتك وضيعت حياتك ومش عارف تعمل ولا حاجة، لأن الفشل بيشل حركتك. لا قادر تنزل، لا ليك نفس تنزل، لا عايز تروح اجتماع، لا عايز تصلي، ما ربنا سايبني، ما ربنا مش سامعني. وأهم شماعة نحط عليها هي بتاعت ربنا. ليه ربنا عمل؟ ليه ربنا سوى؟ ليه ربنا؟ ليه ربنا؟ بس عايز أقول لك ربنا ملهوش دعوة، ده الشيطان بيفرملك. لكن في اسم يسوع النهاردة في انطلاق وفي حرية من الفشل لروح القوة، لروح السلام، لروح النعمة، للخدمة. والرب بينادي على كثيرين وبيقولك ارجع تاني، ارجع للي كنت عليه، ارجع لخدمتك، تعالى تعالى وقوم. كفاياك من الفشل، من الإحباط، من روح المرارة اللي تسربت لحياتك. أمين. خلونا نصلي مع الأسيس وأنا هصلي. أمين يا رب. وفي اسم يسوع الرب يطلق كثيرين النهاردة في اسم يسوع. هللويا يا رب. بنشكرك لأجل محبتك الكاملة يا رب اللي بتطرح كل خوف إلى خارج. نشكرك يا رب لأنك أحببتنا محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك أدامت لك الرحمة يا رب. بنباركك لأنك لم تعطنا روح الفشل، بل أعطيتنا روح القوة والمحبة والنصح. أشكرك يا رب لأنك بتيجي للمتفشل الضعيف النهاردة وتلمسه باسم الرب يسوع. بتيجي يا رب لكل إنسان يا رب محبط النهاردة، بترفع باسم الرب يسوع. بننتهر كل روح فشل يا رب. مكتوب إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. يا رب يوسف في بيت فوتيفار أنت أعطيته نجاح، في قلب السجن يا رب أعطيته نجاح، في كل عمل تمتد إليه يده يا رب الظروف لم تعيقه يا سيدنا الرب. يا رب بصلي لكل نفس تشعر بفشل الآن وبيحاربها روح فشل، باسم الرب يسوع أن تأتي إلى محضرك يا رب وتنال قوة منك يا رب، لأنك أنت تعطي المعيا قدرة لعديم القوة تكسر شدة في اسم الرب يسوع. يا رب مكتوب كده لأن الأفكار التي أنا مفتكر بها من جهتكم هي أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء ونهايات صالحة وجود فيوتشر، مستقبل صالح. نعم يا سيدنا الرب. يا رب بنباركك النهاردة لأنك تمسك إيدين الضعيف النهاردة رب وتشدده وتقويه وترفعه. اهمس في ودان كل واحد بيسمعنا النهاردة رب، همس سماوي يا رب. يا رب همسك بيصحي القلب من جوه، همسك بيعيد الأشواق ليك يا سيدنا الرب. اهمس في قلب كل واحد وكل واحدة بيسمعونا الآن يا سيدنا الرب. اعلن تشجيعك رب وشدد واجذب الكل إليك يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع. أشكرك لأجل يا رب وعدك يا سيدنا الرب أننا سنحصد في حينه إن كنا لا نكل. في اسم الرب يسوع ليك الكرامة وكل المجد. آمين. مبارك اسمك إلى الأبد. نشكرك لأنك لم تعطينا روح الفشل. نشكرك لأني سلامك الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا. آمين. يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. تعال على كل فشلان النهاردة يا رب، تعال على كل محبط، تعال على كل مر النفس، وإطلق كثيرين يا رب، إطلق كثيرين في اسم الرب يسوع علشان يرجعوا مرة تاني، يرجعوا يفرحوا بيك أنت فعلا. اللي مكتوب إن فرح التلاميذ إزراء الرب. يا
رب من فضلك فرح كثيرين، فرح كثيرين. مكتوب أن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. تعال رد سلام كثيرين، تعال اشفي من المرارة يا رب لكثيرين مؤمنين اختبروك وعارفينك لكن ما زالوا عايشين تحت وطأة المرارة والحزن الدفين، وحاسين إنها مش هتتحل ومش هينفع أي حاجة تاني غير إن احنا نعيش كده. اطلق هؤلاء يا رب وارفع عيونهم عليك، لأن كل اللي نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. فعلا كما علت السماوات فوق الأرض علت أفكارك عن أفكارنا وطرقك عن طرقنا يا سيدنا الرب. علشان كده من فضلك من فضلك النهاردة لا للفشل، النهاردة يوم تاريخي. نطرح الفشل خارجا ونستمد قوة من صاحب القوة ومعونة من صاحب المعونة وفرح وسلام، لأن فرح الرب هو قوتنا في اسم يسوع المسيح. اشكرك لانك هتشيل الفشل وهتحرر من الفشل وهترد اعتبار كثيرين وهترد نفس كثيرين بالسلام والفرح والقوه والنصح. لك الكرامه والمجد لانك سمعت واستجبت الى الابد. امين. هللويا. نفسي نرنم كل إناء مكسور. أمين. الحتة لمستنا قوي، بيقول على صبرك على كل فشلنا. أيوة وأناتك يا أبو قلب رحيم. روعة باسم يسوع. كل إناء مكسور متشقق ربي جمالك في هيبان فاضي، ولكن فيك بنصدق فيك مش بس يكون مليان. كل إناء مكسور متشقق ربي جمالك في هيبان فاضي، ولكن فيك بنصدق فيك مش بس يكون مليان. شكرا لك على تعبك فينا تشكيلك فخار حكيم، على صبرك على كل فشلنا وأناتك يا أبو قلب رحيم. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيوب، بس إيديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيوب، بس إيديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا، أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. تشكيلك هو المطلوب، تشكيلك هو المطلوب. ياللي بذلت الابن عشاننا وعطتنا معاه البركات، قادر تشبع فينا انفسنا وتعيشنا السماويات. لينا رصيد النعمة هيفضل من قلبك دايما بيفيد، وقت ما نتعب وقت ما نفشل تلحقنا بسندة وتعضيد. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيوب، بس إيديك اتمدت وبترسم
فيها المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. تشكيلك هو المطلوب، تشكيلك هو المطلوب. ده كل مقاصد قلبك لينا رب، كل مقاصد قلبك لينا. شغلك فينا ده شيء مضمون، كل الخير اللي انت قصدته لحياتنا لازم هيكون. رغم فساد شوه أوانينا، رغم محاولات الشرير، من زيك مش هتفشل فينا، ده انت عظيم جايب تغيير. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس ايديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيوب، بس ايديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. تشكيلك هو المطلوب، تشكيلك هو المطلوب. مبارك اسم الرب. هللويا. عندي سؤال يا أسيس عايزة أقول لحضرتك عليه. في فرق للخاطي اللي عنده فشل والمؤمن اللي عنده فشل، تقول لي ده إيه وتقول لي ده إيه؟ أقول للخاطي والمؤمن يسوع هو الحل. يسوع الخاطي، ما فيش رجاء للخاطي. أيوه. يعني الخاطي يموت بلا رجاء، حتى لو ناجح ماديا، لو ناجح اجتماعيا، لو ناجح في البزنس، في أي حاجة، لكن نهايته يمكن إزازها الأشرار بيحصدوا في الآخر، زي بيقطعوا زي العشب يزبلون. ولكن أقول لكل واحد النهاردة لم يختبر المسيح في حياته، تعال للرب النهاردة، الرب سيقبلك. أيوة. الرب بيحبك، الرب مهما كان دينك، لونك، جنسك، عرقك، ذكر، أنثى، طفل، كبير، شاب، الرب يحب الكل. مرة كنت راكب العربية في بحري في مصر، وكنت معايا عود، كنت لسه بتعلم عود جديد، فواحد قال لي أنت بتغني؟ قلت له لا، أنا بغني في حب الله. وغني في حب الله. فرنمت ترنيمة لما دعاني ربي وقال لي تعال ارتاح. قال لي دي أنت ما مسيحي؟ قلت له اه. قال لي هو المسيح جه عشان المسيحيين؟ قلت له لا. يا سلام. المسيح جه عشان كل واحد إنسان. كل انسان. ايوه. اللي في غابات افريقيا وفي الهند. في كل مكان. صدقوني انا لفيت يمكن اكتر من 35 دوله. واو. الحل الوحيد هو المسيح. المسيح للخاطي والمسيح للمؤمن. نعم. المؤمن اللي ضعفان وتعبان وحاسس انه بيقع وحاسس انه بتفشل، وجه نظرك على الرب يسوع المسيح. أيوة. أنا افتكرت مرة مرة كنت قاعد على البحر في اسكندرية. أنا مدينة بحبها جدا، اسكندرية دي في قلبي يعني، وعارف إن الرب هيعمل نهضة كبيرة في اسكندرية. من سنين طويلة الرب وراني رؤية على اسكندرية إن هيحصل فيها نهضة كبيرة غير عادية، وتكون منارة لشعوب كتير حواليها. هللويا. فكنت قاعد على البحر متفشل جدا يا أخت سلوى، وانا قاعد بقول له رب يعني انا ليا فتره مش شايف سمر، مفيش نفوس بتخلص. أيوة. مفيش حد بيجي للايمان، وانا يعني حاسس بروح فشل. ايوه. بصيت لقيت واحد معدي انا بعرفه، خادم. خادم بيوعظ وكتابي جدا في كنيسه كتابيه يعني. فقعد جنب اخ ماجد، قلت له اتفضل، مش هقول اسمه، بس هو قاعد جنبي. قال لي عايز احكي لك حكايه.
قال لي عارف انا سلمت حياتي ازاي للرب؟ قلت له ازاي؟ قال لي فاكر وانت في الكنيسه الفلانيه وبعد الخدمه رحت مطفي النور شويه وجيت كده اتمشيت وقعدت جنبي وتقول لي افتح سلم حياتك للمسيح ودي قلبك للرب. هللويا. فقعد يشجعني وقال لي انا جيت للمسيح عن طريقك خادم. عن طريقك. هللويا. صدقوني الرب لم يعطن روح الفشل أبداً. 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 ونفسي كمان الآية بتاعت كورنثوس الثانية 4:1 يمكن ممكن نختم بيها النهاردة يا أخت سلوى. أيوة. كورنثوس الثانية 4 بولس بيتكلم على الأواني الخزفية الضعيفة لكن فيها سر. صح. فيها كنز جوه الإناء الخزف الضعيف. بيكتب بيقول في 1 بيقول كما رحمنا من أجل ذلك إذلنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. لا نفشل من أجل ذلك إذلنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. هللويا. بولس تعرضت للاضطهاد. نعم هنا في كورنثوس الثانية رسالة المتفشل على فكرة. بولس فشلانين. في كورنثوس الثانية كلها بيتكلم عن ألامه وضيقته وتجربته وضعفه وان كان ليه حكم الموت في نفسه وصل للضيق من الضيق انه حكم على نفسه بالموت. قال صار لنا حكم الموت في انفسنا مكتئبين في كل شيء. أيوه. مطرودين مطروحين. أيوه. كأن واحد بيتضرب ووقع على الارض وبيفلفص. بس قال لكن غير هالكين غير يائسين غير متروكين. لنا هذا الكنز في اواني خزفيه. وبيقول كده ايه حاملين في جسدنا سمات الرب يسوع. أكيد أكيد. لأننا وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما فيوما. كورنثوس الثانية 4 نفسي كل واحد يقراها. لو أكيد. متفشل اقرا هتلاقي الرب بيقول لك أنا معك لا تخف. أمين. لو وقعت هشدك. لو الظروف صعبة ضدك لو مضطهد لو في قلب السجن هيجي ويزورك. صدقيني كان ريتشارد وومبراند اللي كتب كتاب العذاب الأحمر. أيوة. 14 سنة في السجن. أيوة. ما كانش بيقدر يمشي لما راح مصر كان بيروح على عجلة لأن فقد القدرة على المشي. أيوة. بيقول لما كنا نجوع نبص نلاقي الفيران بتزق البطاطا تدخلها تحت الزنزانة. يا يسوع. البطاطا والبطاطا بتجيب لهم أكل. فعايز أقول حتى واحدة كانت سايبة أولادها 2 بتقول رجعت البيت لقت أولادها كبروا وحلت الرز زي ما هي. يا والقصص دي مش خيال على فكرة. لا 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 لا. دي قصص مش خيال. طبعا. الرب طبعاً. يعتني بك. الرب يهتم بك. لكن حط عينيك على الرب دائما مش على الظروف ولا نفسك ولا إمكانياتك. واصحى قوم من روح الفشل. ما تستسلمش للكسل. الله لم يعطينا روح الكسل. صح. لم يعطينا روح الفشل. ده نوع من انواع الفشل. الكسل يتشال ويتشال الكسل معاه والاحباط يروح كدا. وتبدا تشوف الدنيا من منظور الهي ان الرب معك حيثما تذهب تفلح. يس. حيثما يرسلك تنجح. صح. امين كدا. امين. مبارك اسم الرب الى الابد. ساعات هختم بكلمتين صغيرين. ساعات نحط الفشل بتاعنا نعلقه هو السبب. ما هو هو اللي لولا عمل كده ما كنتش انا بقى كده. هي السبب. لولا هي عملت كده ما كنتش انا بقى كده. بس انا كده لان هي عملت لان هو عمل لان الموقف ده لان ظلموني في كده لان ظلمتني في كده لان هو ظلمني في كده لانه افترى عليا. انت بتقول كده اوعى عينك تنزل على البشر. اوعى عينك تنزل على الظروف. مكتوب كل اللي نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده ارفع عينك من على أخوك. ارفع عينك من على أختك. ارفع عينك من على أولادك. ارفع عينك من على شغلك. من على ميراثك. من على فلوسك القليلة في البنك. من على الظروف الاقتصادية. ارفع عينك لفوق. ورفعوا عيونهم ولم يروا إلا يسوع وحده. فعشان كده لو رفعت عينك عليه وثبت نظرك فيه هتبقى بطل في الإيمان. وترجع مرة تاني تشجع إخواتك زي ما الرب قال لبطرس
وأنت ما تراجعت ثبت إخوتك. الرب بيقول لك قوم عشان تثبت الباقيين، قومي عشان تثبتي اللي حواليكي. لو ما ثبتهمش أنت هيخوروا، تبقى أنت السبب، تبقى أنت السبب. الرب يدينا نعمة نثبت عينين عليه، وتكون باستمرار قلوبنا مرفوعة ليه، وما تنزلش على الظروف أبدا، لأن إحنا خلاص ماشيين سايبينها ومروحين. شكرا يا أسيس، ربنا يباركك. يعني الوقت بيجري بسرعة اللي بنتكلم فيه عن الرب، لكن تأثيرات الكلام بيوجى بتبقى جوانا، وبيبقى الروح القدس بيسحبها معانا وتصحبنا في جولات حياتنا، ويبتدي يفكرنا بيها. قول له اوعى انسى اني اثبت عيني عليك. ربنا يبارككم، نلتقي بكم ان عشنا وان تأنى الرب في الاسبوع القادم. ليكم كل بركه ونعمه وعدم وجود لاي فشل جواكم، بل روح المحبه والقوه والنصح تغلف حياتكم، ومن قوه القوه ومن مجد المجد في اسم المسيح. والى اللقاء.